وأوجه لهم تحية وإن شاء الله يا رب عيد خير عليكم وعلى الجميع. نوجه تحية لأهلك وتحية لأهلي وعائلتي أكيد. كلهم أكيد. هسه مين خلينا نروح وين؟ أم جمال. أم جمال طبعا احنا تعرفنا وياكم على أم جمال وشفناها وهي تسوي لنا كل أنواع الحلويات والأكل والأشياء اللي تشهي. اليوم ما رح نشوفها هي دا تطبخ، بس رح نشوف تقرير عنها عن العاملات يلي اجولها على مود يشتغلون وياها، ورح نشوف هي شلون يعني دا توفر لهم غرفة عمود يقدرون يحطون أولادهم بيها، ويعني تعرف انه دا تسوي لهم خدمات انه عمود تقدر تريحهم وهم دا يشتغلون. فيعني هذا كلش شيء كبير يعني هي دا تسويه، وطبعا يعني الله يوفقها. وطبعا نوجه لها تحيه يا أكيد. احمد تحيه لام جمال اللي هي احد المشتركات اللي ويانا وسعت عملها من خلال مشاركتها في حار ومقسب، واتاحت فرصه عمل لكثير من النساء اللي مو بحاجه الى عمل، خلتهم يشتغلون وياها لانه هي كادرها نسائي، فكثير نساء ظلوا يشتغلون وياها. نعرف انه احنا ام جمال هي اسطى وكثير صار عليها اقبال وناس تطلب من عندها انه تفتح فرع لها بعض من المحافظات، احنا نتمنى لها كل التوفيق أكيد. يا رب. وهمين يعني اكو هوايه عروض اجت لها من جمعيات خيريه ومن يعني ناس يريدون انه يساهمون بفلوس وياها، فخلينا نشوف بهالتقرير شنو يعني شلون هي تساعد الآخرين. طبعاً أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم موجودين بهذا التقرير ويا أم جمال المشتركة اللي كلكم تعرفوها. أم جمال اليوم حبت إنه نشوف العاملات اللي هي قالت عليهم اللي أفران برنامج حار ومقسم بعد ما جبناه وفرت فرص لكثير من العاملات، فموجودين ومحالين فوق وده نسمع صوت الأطفال. أكيد أنتم هم تسمعون اللي هي غرفة الحضانة اللي سوتها أم جمال لهم، لأن العاملات تعرفون أكثرهم صاحبات أطفال صعب عليهم إنه يعني يعوفون أطفالهم من مكان. أريد أعرف من عندك شلون قدرتي يعني هاي الفكرة جتي عليك حتى تسوي مثل دار حضانة صغيرة بغرفة الأطفال المشتركين العاملات اللي عندك؟ شوفي العامل من يشتغل أهم شيء راحته النفسية، إذا تشتغل وبالها ين بيتها فما راح يطلع إنتاج حلو. صحيح. أي فأني أراعي جميع الظروف. فأنتي قلت تجيبين على هذا. أي أنا يعني حتى ما مثلاً مرات أقولها أبقي عندنا شغل إضافي أو لا جهاني جبت الجهان بعد ماكو حجة. هم ذيك المرة قالوا لك العاملات اللي أظن أم مروان قالت بعد استجابة الأفران بعد ما عاد حجة هالستي رجعتي لهم يا إنه سويت لكم غرفة بعد ماكو حجة. حلو معناته السنة تشرف إحنا. يعني الأوفر تايم تعرفين وقت عيد وف. طبعاً الله يسعدك. نعم. مسا احنا نشرف ونبلش نسعى. تفضل. بسم الله. انه اصلا انت معملك الصغير هو فوق. نعم طبعا. والغرفة هم سويتها قريبة على المعمل؟ غرفة الاولاد. اولاد؟ نعم. هاي غرفة الاولاد؟ نعم هذه غرفة. هاي غرفة الاولاد؟ نعم. هلا. شلونكم؟ زينين؟ هاي غرفة الاولاد اللي قالت عليها ام جمال. منو عده شوي خلي ثواني خلينا نشوف شلونك. تعال اقعد تعال اقعد جنبي. شت لذيذ حرام محرم. شلونك يا قلبي؟ انت شو اسمك؟ فهد. فهد ابن منو من عندهم انت؟ ابن فهد اللي هسه طبعا اكيد رح نتعرف عليها. دا تلعب هنا؟ لا يعني اكو لعاب واكو غراض. مضوج هنا قاعد بالغرفه؟ لا مضوج. مضوج قاعد حلو. ماكو اي شيء ناقصك هنا؟ ماما يمك صح لو لا؟ قريبه ماما عليك؟ بعد شو تريد احسن من هاي؟ ماما يمك ودا تشتغل وانت قاعد واكو العاب تلعب بيها. صرت اصدقائهم للصغار؟ اختي وهذيك اختي. ها يعني انه والبقيه هم من يجونا مصر صديقهم انت؟ يس. ايه بعض من هسه يتحكم بس. تعال كتكوت تعالي. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ مها؟ اسمك مها؟ مرام ولا مها؟ مرام. وهذيك تعي حبيبي تعالي. تعي حبيبي تعي الوفه تعالي. هاي ام بنت ام؟ لا 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 بتغير مشتركة. يتيم. فهد يتيم. هذه أبوها معتقل. نعم. شوفي غرفة بسيطة يعني ما أقول لك طلبت الدعم مثل بعض المؤسسات اللي خيرية مني اللي فلان يعني الشخص ينطيهم كذا مبلغ الأدعية، وأنا ما أخذ مبلغ من أي أحد. أنا بتعبي يعني غرفة بسيطة بتعبي. بس راح تبيها أطفال طبعًا. كم لعبة على وحتى الأم تطمئن على أطفالها يعني. تخيلي هسه هذه الطفلة مريضة. نعم إيه دا شوفها يعني شلون أمها شلون أمها تعوفها شلون يعني صحيح. تقدر أمها تعوفها؟ لا طبعا ما تقدر تعوفها. وبنفس الوقت هي بحاجة إلى عمل راعي يعني صح. تقدر يعطيني قلبي أقول لها لا تجيبين بنتك؟ لا طبعا شي
يأثر علي بغرفة، وأنا تعرفين ما عندي أحد بس أولادي. الله يعينك وساعدك. هسا إحنا شفنا أعزائي المشاهدين غرفة الأطفال، خلونا نشوف العاملات وهم دا يشتغلون. شلونكم عيني؟ طبعا تعرفوها يا ام مروان اقدمك. شلونك يا عيني؟ شلونك عمري؟ شلونك قلبك؟ شلونك جبتي لو بعد؟ لا بعد. هسه يا شهر؟ ان شاء الله نهايه السابع. ان شاء الله نهايه السابع. ان شاء الله. لا ولد الحمد لله. عبد الله. عبد الله. اذا ننتظر بعدين نشوف بعدين اذا جينا صورنا ان شاء الله. لا جهازها وياها. جهازي هنا موجود بالغرفه على مود من اجيب، ما انام بالبيت اجي هنا يا ام جمال. يعني حتى جهازك جبتي وياك؟ موجود الجهاز بالغرفه. جبتي هنا وانت تشتغلين؟ اجيب عادي ابقى هنا. ما عندي كل مشكله، لانه هي بحاجه الى عمل، يعني ما تاخذ يعني استراحه. اليوم يعني اقعد بلي شغل، يوم الماكو يوميه يعني معناتها بالبيت ما عندي اكل. ايش تسوون اليوم؟ والله اليوم بسوي كليته. يعني اكو طلبيه؟ اي اكو طلبيه الحمد لله وشكرا. نفس الطعم اللي هي يعني شلون النفس اللي تشتغل بيه ام جمال بعد نفس النفس انتم تشتغلون بيه؟ نفس الشيء الحمد لله والشكر. نفس الشيء انت ما طول تشتغلين من قلبك. اي وتشتغلين وانت مرتاحه وراضيه على شغلك الحمد لله والشكر. السلام عليكم. شلونك عيني؟ شلونك ام منو انت؟ ام فهد. ام فهد. فهد اللي شفناه الله يخليك يا ويتربى بعزك ان شاء الله. شكرك. شلون قدرتي توصلين ام جمال وتشتغلين وياها؟ والله انا قرأت الاعلان. ايه وصار لي سنه وياها. قريت الاعلان وصار لي سنه وياها. ايه قريتها. من جيتي وقلت لها ام جمال انه اني اريد اشتغل وياك بهذا المشروع عن خلال الاعلان، شنو كان رده فعل ام جمال الك؟ يعني عادي خلتني يعني اشتغل واستقبلتني المره. وهاي كل هالفتره انت جريتيها؟ ايه كامله. اي جريتها كامله سنه كامله. مع العلم هاي السنه كل شيء تعلمتي بيها. اي كل شيء تعلمتي. يعني كانت تريد تفتحين وحدك، شنو سر بقائك لحد الان ويا ام جمال؟ يعني طيبة قلبها وزينة وتعودت عليها. صالت ايش قد تشتغلين؟ والله عاملة جديدة. عاملة جديدة حلو. يعني هاي من الناس اللي الأفران. أفراننا اللي جبناها من خلال برنامج حار ومقسم لأم جمال وفرت مثل حضرتك وهاي بنات ووفرت لهم فرص. ليش ما دعيتي صديقاتك كم يجون؟ يعني اذا اكو ناس تعرفهم دعيتهم ان يشتغلون؟ لا ما اعرف احد بالمنطقه. ما تعرفين احد؟ زين اذا حط طلب من عندك هسه من خلال ما شافوش انه اكو احد يعرفك وقلت انا بدي اجي اشتغل وياهم جمال، راح تدليهم؟ اي طبعا. حتدليهم؟ اي طبعا. ان شاء الله ربي هاي يكون باب الرزق لك وتبقين يعني مثل ام فهد وجماعتها سنين وسنين يا قلبي. ان شاء الله اعرفك تشتغلين. السلام عليكم. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ ام منو؟ ام ايلاف. ام اي اه انت ام الوفه الله يحفظ لك اياها. فدول عينك يحفظ لك يا رب وتتربى بعزك. شلون جيتي لام جمال؟ والله طريق المعرفه من ام فهد وجيت. حلو يعني عن طريق ناس وناس. ام فهد هي القديمه اللي بيكم صار لها سنه تقريبا. لحد الان ام جمال كم شغله علمتك؟ والله هواي يعني حسب الذكاء الواحد. شلون حسب اللي انت عرفتي؟ الغرفه اللي سوتها ام جمال وشفنا ألوفة تلعب بها الله يحفظ لك اياها. مكيفة إلاف. مكيفة إلاف. ليش مكيفة إلاف؟ تلعب تصعد وتنزل وقاعدة. يعني هم اكو وياها يعني ناس انه واولاد اخواتنا اللي وياها. هذا الشيء مساعده حتى شوية انه حالته لا تظل متوحدة. يعني اكو مرات هيك يعني هيك امراض يعني اللي يحبون يلعبون ولا شيء. انا اشوف ألوفة الحمد لله تلعب. لا 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 قاعد تلعب. ذني غراب ويا حياتي بعشر. شو من السماء اخذت لبرشلونة؟ برشلونة برشلونة يعني برشلونة يعني ما شاء الله الله يحفظ لك يا هذا كله جهاز ان شاء الله تقوم بالسلامة ام مروان. وهذا قاتل عيد. هذا قاتل عيد يعني ها انت مهيئتنا للعيد يعني قبل العيد الكبير ان شاء الله. ان شاء الله يتربى بعزك يعني حتى جهاز ابنه راح تولد وهي تبقى هنا المصره حتى تتعلم. ما اقدر اقعد ما اقدر لان اذا اقعد اخوته بالبيت هم راح يجوعون. صحيح. اي راح يتاذون فما اقدر اقعد بالبيت. اي الحمد لله والشكر. يجيك بالرزق احنا نقول لك الله يجيك بالرزق ويا ان شاء الله. ان شاء الله والحمد لله انتم من طورتوا مشروع ام جمال خدمتونا النا. جمال نعم. كلمة أخيرة على هذا المنتج الحلو والراقي والنضال أنت دا تسوي. نعم. كلمة لأولادك توجهيها من خلال كاميرتنا
حتى تبقى للذكرى عندهم. شكرا ما يضوجون يطلعوها يشوفوها على اليوتيوب او على القناه. نعم. وكلمه توجهيها للناس اللي بده يوقفون وياك وده يساعدوك وده يوجهوا لك، يعني حتى طلبات كثرا من وراء هاي الامور. شو تحبين تقولين لاولادك والناس؟ نعم. يا ربي ما يضيع تعبي بيكم، ان شاء الله الله يوفقنا ويوفقكم. شاهدنا أم جمال من منطقة العامرية، طبعاً هي احتضنت كثير من النساء اللي هم بحاجة إلى عمل. بالفعل أم جمال هي امرأة تستحق كل الاحترام وأن كل نساء العراق أن يقتدون بها. طبعاً أكيد يا أحمد، ويعني إحنا نقول لك إن شاء الله الله لا يضيع لك تعب ولا يضيع لأي أحد من مشتركين التعب. طبعاً نأخذ هسه ويا أم جمال اتصال. ألو، مرحبا أم جمال. أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. أجمعين إن شاء الله أجمعين، أنت والأخ أحمد. تسلمين، شكرا. تسلم عافية. أم جمال، أول شيء قولينا شنو أخبار العيد وياك؟ شلون الأجواء؟ والله أخبار العيد يعني الحمد لله مفرح ومتعب بنفس الوقت. تعرفين عملنا تطور جهودكم الحمد لله، جهود الخيرين. نعم، ويعني لحد قبل 5 دقائق العاملات عفوا الشغل حتى يشوفون البرنامج، بس يعني ده نشتغل احنا مستمرين، صار لنا فتره يعني 10 ايام الاخيره مال رمضان يعني مستمرين. صحيح. بالعمل اكيد نشتغل كليتش وبتفور ولحم بعدين هالسراد، ولو طلب قليل بس يعني سراد واضافه مناسبه عرس اول يوم العيد. تحياتنا طبعا لكل قاعد يشاهدونا، النساء اللي قاعد يعملون وياك، وكل عام وانت بخير وعبد الرحمن بخير وجمال بخير. ان شاء الله العيد عليكم يا رب. اشكرك احمد، اشكر اطراءك. الله يخليك. اريد من عندك تنطين نصيحه لكل المشتركين اللي شاركوا ويانا ببرنامج حار ومقسب، شنو تنصحيهم؟ اطلب منهم ان ما يتوقفون عند نوع معين من المعجنات، اطلب منهم التطور، ويعني يتابعون الشيفات، خاصه هسه الشيف مفيد قدم لنا عرض بانه اللي يريد يتدرب يتوجه له، واحنا نشكره كل. صحيح. يعني نوجه له تحيه اكيد، يعني نشكر كل اللي قدم لنا هيك طلبات، ونقدم له تحيه للشيف مفيد ونشكره اكيد. يعني اطلب منهم ان يطورون عملهم اكيد. تحيه للشيف مفيد. وانا يعني من بديت بشيء بسيط، بديت بشيء بسيط والحمد لله تطور شيء بعد شيء. العافيه درجات. زين ام جمال، قولي لنا شنو اكثر يعني شنو اكثر منتج او شنو اكثر حلويات يعني اذا تنطلب عندك بالعيد؟ علي اقبال. علي اقبال، والله الكليتش. الكليتش اكثر شيء، الكليتش يعني مليان هالقد مطلبه، وكليتش مئات الكيلوات بنشتغل هسه احنا ما شاء الله. ام جمال، لمن حابه عيدين؟ احنا دخلنا بالعيد. والله احب عايد جميع الاهل والاصدقاء والشعب العراقي اجمعين، ان شاء الله يمر علينا السلام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا حبينا طبعا نتواصل وياك ونعايدك، وان شاء الله اكيد احنا صحيح وصلنا الى نهايه البرنامج، لكن اكيد خلال الايام القادمه ان شاء الله ممكن نتواصل وياك ببرامج وفرص اخرى اكيد. شكرا جزيلا لك. اكيد. طبعا يا احمد، يعني ام جمال هي نموذج من مشتركينا اللي احنا نفتخر ان يكونون ويانا، لانه انسانه يعني تجاهد وتناضل بس على مود انه تقدر توفر لقمه العيش، ومن خلالها من تحاول تساعد غيرها. حلو هاي الاخبار اللي قاعد نسمعها من عندها ومن المشتركين، انه بالعيد تحديدا حتى برمضان شاهدنا ايضا هذا الشيء، اكو اقبال جدا واسع عن بهذه الصنعه، والحمد لله كلهم نجحوا بهذه الصنعه والان